يعني بالنسبه لك انت هيبقى على المستوى انت طبعا عايش طبعا من خلال يعني شغلك ومن خلال متابعتك للدوريات الاوروبيه، كان بالنسبه لك في مفاجاه كبيره جدا في الانتقالات؟ يعني خلينا نتكلم على المفاجآت بالنسبه لك كانت موجوده السنه دي في مين؟ تمام. رونالدو بالنسبه لنا مش مفاجاه، وطبعا مش مفاجاه رغم يعني انتقاله في اخر اللحظه، يعني انتقاله في اخر لحظه ولكن ليس مفاجاه. رونالدو ليس سعيدا في يوفنتوس في السنين اللي فاتت وما حققش طموحاته. رونالدو راح يوفنتوس عشان يفوز بدوري ابطال اوروبا ويقود الفريق لدوري ابطال اوروبا ويثبت لفرونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد اللي كان الخلاف معاه سبب رحيله ان انا نجم كبير وان انا هقدر انجح في اي مكان تاني غير ريال مدريد. ما حققش ده، خد الدوري الايطالي اللي اوريدي زي ما حضرتك متابع يوفنتوس بياخده بقاله 9 سنين. ايوه فانت ما جبتش الجديد عندي، كان الهدف لجماهير يوفنتوس والامل الكبير ليهم دوري ابطال اوروبا ولم يحققه رونالدو. المفاجاه الكبيره بالنسبه لي جدا في موسم الانتقالات كانوا في حاجتين، طبعا الاسم الاول ميسي انه يسيب برشلونه، دي كانت صدمه لجماهير برشلونه، حاجه ما تخيلوهاش. يعني حتى في ظل انباء انه مش هيجدد كل الجماهير قاعده وعارفه انه هيجدد، حتى بعد بطوله كوبا امريكا اللي قاد فيها منتخب الارجنتين للقب في المباراه النهائيه امام الغريم التقليدي البرازيل، برضه بعد ما رجع وتصريحات خوان لابورتا رئيس النادي ان ميسي متواجد، وكل تصريح من ساعه ما نجح ويمكن كان ده احد اسباب نجاح لابورتا انه راهن وقال ان ميسي باقي وانا بعد الجماهير ان ميسي باقي، فدي كانت المفاجاه. المفاجاه الثانيه من وجهه نظري برضه نادي برشلونه ولكن ليها علاقه بجريزمان. جريزمان النجم الكبير اللي دفعوا فيه السنه اللي قبل فرزه. خلينا يا ابو احنا بنتابعك طبعا تقديم طبعا ميسي من خلال وجوده في باريس سان جيرمان. في بعض الناس قالت لو يمكن المان سيتي كان اتاخر شويه في شراء جريليتش لاعب استون فيلا كان هيتواجد ميسي مع كمان كريستيانو رونالدو بعد انتقاله لليونايتد. كنت شايف ده فعلا الامور كده؟ لو ما كانش فعلا جريليتش موجود مع المان سيتي كان هيبقى انتقال ميسي للمان سيتي؟ تقريبا اجمعت الصحف الاوروبيه كلها كتبت ان لو ما حصلتش الصفقه دي ان مانشستر سيتي انفق امواله ال 100 مليون تقريبا يورو اللي انفقهم عشان يحسم صفقه جاك جيليرش انفقها، لو ما كانتش دي اتحسمت كان هياخد ميسي، خاصه في ظل العلاقه القويه الكابتن المعروفه بين ميسي وبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي واللي بتربطه علاقه قويه جدا بميسي وصنع معاه نجاحات كبيره جدا في برشلونه. حتى كانت هي يعني عارف حاجات السخريه اللي بتبقى عندنا في الصحف، جابوا حاجات سخريه في الصحف الانجليزيه وحاجات انك شكل حزن وبيرسموا مانشستر سيتي لما يسمعوا ان برشلونه فشل في تجديد عقد ميسي، حاله حزن في مانشستر سيتي انهم تعاقدوا مع جاك جيليرش. ولكن هي في النهايه زي ما قلت لحضرتك ميسي لم يكن من الممكن ان يستمر في الليجا، قوانين الليجا ما كانتش هتقعده خلاص، يعني غصب عن لابورتا. هو كان عنده اراده واضحه انه يكمل، وهو قال حتى ان انا خفضت مرتبي بشكل كبير جدا، لكن زي ما انت بتقول قواعد الليجا هناك بتحكم ان في سقف معين، سقف معين للرواتب اللاعبين وسقف معين انك تنزل براتب اللاعبين. صحيح، ما يبقاش منطقي انك تنزل براتب بياخد مليون مثلا يورو ساي في الشهر وتيجي تقول لي في الاسبوع الثاني هياخد 100,000 يورو، ده مش منطقي. هناك وفي قواعد بتحكم الليجا وفي قواعد اللعب المالي النظيف اللي بتحكم اوروبا، كانت دي كلها حاله دون اسباب بقاء ميسي. الصفقه الثانيه المفاجاه كابتن هاني زنبول حضرتك من وجهه نظري هي صفقه جريزمان. طبعا احنا عارفين ان جريزمان انضم لبرشلونه في صفقه اثارت الدنيا ووصلت المحاكم، واتلتيكو مدريد قدم قضيه ضد برشلونه في الفيفا وفي المحكمه الاوروبيه. ليه؟ لانه قال لك كسر عقد وكان بيفاوض اللاعب قبل ما عقده ينتهي وي وكنا خلاص جريزمان ده النجم الجديد لنادي برشلونه، والجماهير ما توقعتش خالص بعد رحيل ميسي ان جريزمان كمان النجم الكبير الثاني في الفرقه واغلى نجم في الفريق موجود ان هو يمشي كمان. طبعا انا عايز اسالك سؤال، طب ما جريزمان من سنتين كان انتقل من اتلتيكو راح لبرشلونه، انت فاكر كان راح بكام؟ 120 دلوقتي مليون. بيبيعه بكام؟ 50 طالع اعاره يا كابتن، يعني حتى مع 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 يعني لو حصل بيع في نهايه الموسم يبيعه ب50، خسر فيه كتير بالزبط. وكمان على مستوى يمكن تخفيض الرواتب في برشلونه، يمكن الرقم 145 مليون يورو كان معدل تخفيض الرواتب في برشلونه، لكن زي ما بقول لك يعني بيكي مثلا خفض عقده للنصف وبعض النجوم الكبار علشان بوسكيتس وجوردي البا وسيرجي روبرتو عشان اجويرو يخش، ففي في تناسق واضح جدا مع اللاعبين وخاصه لاعبين كاتالونيا اللعيبه المتربيه في برشلونه مع الاداره لتخفيض العقود، وبالتالي
يفتحوا طريق بقى للانطلاقه من خلال هذا السيزون. وده بسبب الازمه الماليه اللي حضرتك عارفها اللي بيعيشها نادي برشلونه. طبيعي. واللي هم بيدفعوا ثمن زي ما قالها تسيباس نفسه، قال ان هم خافير تسيباس قال ان هم بيدفعوا ثمن الصفقات الكبيره اللي ابرموها في السنين اللي فاتت. يعني انت ما تجيش يا كابتن هاني تضم لعيبه بملايين وتعمل عقود خرافيه زي عقد ميسي. طبعا احنا عارفين الدنيا اتقلبت السنه اللي فاتت لما كشفوا عن قيمه عقد ميسي، عقد خرافي بيحصل عليه.